السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم أجايل بالعربي. اتكلمنا قبل كده عن دورين من أدوار السكرام ثيوري أو ميثودولوجي. اتكلمنا عن دور الفريق واتكلمنا عن السكرام ماستر. النهاردة هنتكلم عن الدور الأخير في الثلاث أدوار المعرفين في السكرام ميثودولوجي اللي هو البرودكت أونر. الدور بتاع البرودكت اونر في السكرام ميثودولوجي، معظم المهام اللي كانت منوطة بكل من البرودكت مانجر والبروجكت مانجر اتجمعوا في دور واحد اللي هو دور البرودكت اونر بشكل اخف كتير من اللي كان موجود قبل كده، بحيث ان الدور بتاعه شبه اتوزع على البرودكت اونر والسكروم ماستر. بالنسبة للبرودكت اونر هو اللي بيقدم الريكويرمنتس بتاعة الكاستومر او الستاك هولدرز للسكروم تيم. كلمة الستاك هولدرز المقصود بيها كل ما يتعلق بالموضوع من اشخاص او من عناصر، والبرودكت اونر مسؤول عن تعظيم القيمة بتاعة البرودكت اللي هيسلم إلى الكاستمر. تعظيم القيمة دي تعبير مهم جدا جدا في تقنيات الأجايل، زي ما قلنا قبل كده إن رضا العميل من أهم الأهداف اللي بنسعى للوصول إليها في الأجايل، واللي الأجايل حقق نجاح كبير فيها بتعظيم قيمة المنتج اللي بيتم تسليمه للعميل، وبالتالي رفع مستوى رضا العميل بشكل كبير جدا عن السابق بالنسبة لمشروعات السوفت وير. هو بيتأكد من رفع قيمة المنتج المقدم للكاستمر عن طريق ان هو اللي بيتأكد من ان العمل المطلوب تم بالشكل الصحيح في التوقيت المحدد، ونتيجة لكده فالبرودكت اونر بيشتغل بشكل لصيق جدا جدا مع فريق العمل، مع السكروم تيم. هو اللي بينسق لهم الاكتيفيتيز بتاعتهم على مدى اللايف تايم بتاع البروجكت. مفيش حد تاني مسموح له ان هو يدي للديفلوبمنت تيم اي تاسك من خارج الافضليات او البروبرتايزنج اللي محددها البرودكت اونر. الاولويات هو بس اللي بيحددها، مش مسموح لحد تاني ان هو يحددها مكانه. المسؤوليات بتاعت البرودكت اونر نمرة واحد ان هو بيمانج البرودكت باكلوج، هو الوحيد اللي بيمانج البرودكت باكلوج. نمرة اتنين هو اللي بيمانج الريليز. نمرة تلاتة هو اللي بيمانج الستاك هولدرز. نمرة اربعة ان هو بيشتغل بشكل ملاصق جدا للسكروم تيم، وان هي مش ادارات مختلفة، هو فريق عمل واحد. طبعا هو ممكن يفوض اخرين في بعض المهام زي مثلا الفيزيكال مينتيننج اوف البرودكت باكلوج، بمعنى ان هو ممكن يخلي حد تاني يعدل البرودكت باكلوج فيزيكالي، يعني يعدله في السبريد شيت او في السوفت وير الاداره مخصصه ان هي تدير بيه المشاريع، لكن هي في النهايه مسؤوليته هو. طيب لما بنقول ان هو بيدير البرودكت باكلوج، اول حاجه هو اللي بينشئه ومسؤول تماما عن وصف كل عنصر فيه للسكروم تيم. نمرة اتنين هو اللي بيحدد الأولويات بتاعته علشان يوصل للهدف المطلوب للعميل. نمرة تلاتة بيتأكد تماما إن السكروم تيم فاهمين كل عنصر من عناصر البرودكت باكلوج بالشكل المطلوب تماما. الدور اللي بعد كده بالنسبة للبرودكت اونر إن هو بيدير الريليز، عملية الريليز مانجمنت هو البرودكت اونر هو المسؤول عنها. بما ان هو المسؤول عن تحديد اهداف المشروع بشكل ناجح، فهو اللي بينشئ وبيدير الريليز بلان. كلمة الريليز بلان دي مهمة جدا جدا جدا، ساعة لما الديليفرز بتجهز وبتبقى جاهزة إن هي تطلع على البرودكشن، لازم بنعمل ريليز بلان بتتوزع فيه الأدوار. كل فريق عمل أو كل قسم أو كل إدارة
هنا بقى بنتكلم على الأقسام والإدارات، لأن إحنا ممكن نتكلم على الانفراستراكشر، ممكن نتكلم على قواعد البيانات، ممكن نتكلم على الخوادم. هو اللي بيحط الريليز بلان دي وبيحدد فيها دور كل واحد وبيتابع إن هو نفذه بدقة. الدور اللي بعد كده للبرودكت اونر ان هو بيدير الستيك هولدرز. هنا متكلم في الكتاب على ان الستيك هولدرز دول هم اي اشخاص يتعلقون بالكاستمر او الماركتنج او السيرفيسز، يعني اشياء هيقوم بيها السكروم تيم. انا هنا بضيف عليها ان هو الستيك هولدرز زي الاقسام اللي اتكلمنا عليها دي، كمان هو الوحيد اللي بيتعامل معاها السكروم تيم، ملوش دخل بان هو يتكلم مع بتوع الخوادم او مع بتوع قواعد البيانات او مع الاقسام التانية اللي موجودة في الاورجانيزيشن، اذا ما كانتش الامور امور فنية. اذا كانت الامور بس امور ترتيبية وتتعلق بمواعيد وممكن سيستم يتعمل له اوف يطلع من العمل او ما يكونش متاح بالنسبة لليوزرز في التوقيت الفلاني، الأشياء دي هو اللي بيرتبها السكروم تيم، ما بيشغلش نفسه بيها أساسا. وبنتكلم على إن هو بيشتغل بشكل ملاصق جدا للسكروم تيم لأن عضو من أعضاء الفريق، لأن إحنا قلنا السكروم ميثودولوجي 3 وظائف: سكروم تيم، سكروم ماستر، برودكت أونر. فريق عمل واحد بيوصل للأهداف بأعلى دقة في أقل وقت بإنتاجية عالية بكواليتي عالية. وإن شاء الله تكونوا استفدتم من الحلقة النهاردة قصيرة، ونشوفكم على خير في الحلقات الجاية إن شاء الله، ونتكلم عن مواضيع أكتر في الأجايل ميثودولوجي.